رضا عبد العال النجم الكبير، برحب بيكم وكل سنه طيب، ومبروك للزمالك ولا للاهلي؟ الاثنين برضو. برضو مبروك للاثنين. انا فرحان النهارده لاني بس كان كنت يعني مع ان جماهير الاتحاد هتزعل، بس انا كنت عايز الاهلي يكسب اكتر من كده، ولكن الاهلي في اسوأ حالاته وكسب 1-0، والاستاذ محمد مصلحي ومجلس ادارته غيروا في توقيت خاطئ. يعني انت مغير عشان تكسب ومغير عشان الاداء مش عاجبك، طب ايه رايك في الاداء النهارده؟ انت ما ضيعتش فرصه، انت يعني على الاقل كان مع حسام حسن بيروح الجون 5-6 مرات وبيضيع الكلام ده مش عشان حسام حسن، ولا يعني احنا بنتكلم على ان انت يعني غيرت مفروض للاحسن، مفيش اي اضافات. نادي الاتحاد هيعاني الفتره اللي جايه وهفكرك وربنا يستر عليه. طبعا مبروك للزمالك لسبب ايهاب جلال، المفروض ان هو في ظل مستوى سوء مستوى نادي الزمالك والنادي الاهلي، الماتشين اللي المفروض جاي عشانهم عشان يكسبهم ما كسبهمش، برغم ان معاك لعيبه تسد عين الشمس ولعيبه عاليه جدا سواء بره مصر ولا جوه مصر. وبعدين انت عندك كمان ميزه، لا سوشيال ميديا ولا اعلام ولا جماهير، يعني انت بتلعب في الدرة وما فيش ضغط عليك. هتكسب الاهلي والزمالك امتى وانت عندك اللعيبه دي؟ هتنافس على الدوري امتى وانت عندك القماشه دي؟ القماشه دي مش موجوده لا في الزمالك ولا في الاهلي، خلي بالك. بس نادي بيراميدز انا بقول لو صبر على تاكيش جونياس كان السنه دي هيبقى، كان هو اللي هيبقى فارق بكتير عن الزمالك والاهلي، لان كانوا فعلا محتاجين مدرب زي ده. ولما جالهم اخر 6 ماتشات الكره اختلفت معاهم والنتائج اختلفت، بدليل ان اخر 3-4 ماتشات كان بيكسب 6-5 والدنيا كان، هو جاي اخر 6 ماتشات وكان اولهم كان ماتش الاهلي وتعادل، لو صبروا على الراجل ده كان وداهم في حته تانية. فده ذنب الراجل ده، لان هم شكلهم ان هم مش عايزين بطوله، ده دول الناس المسؤولين في نادي بيراميدز. وكل سنه وانت طيب سمير كمونه وابو الدهب. انت لسه فاكر ان جنبك سمير؟ انا بس قاعد يا بنت وقاعد يتكلم العشاء اصلا، الفطار كابس على نفسك. احنا ناسينا كل حاجه.